بنتي عندها 5 سنين ونص، جيت انا وياها عند با خرجت تلعب في الزنقه، هي وبنت خويا وشي بنات ساكنين حدانا. جا شي واحد داز داهم الحانوت شرى ليهم، خلى البنات تما في الحانوت وشد بنتي من يديها مشدوده في الكاميرا وداها حانوت حدا العلامه حي السلام. دابا البنت ديالك مازال شحال ديالك؟ من 6 ونص. حنا تنقلبوا عليها، ما شك كاينه في حتى واحد، وهاد الدار اللي بان لينا في الكاميرا انا عمري ما شفتو ما كنعرفوش. اول مره ما كنفرقش انا، بنتي ديما يدي بيديها، تتهرى وتسنديها كلشي، اي بلاصه تمشي ليها انا وبنتي. البنيه لوالديها وبقات فينا، والناس جيراننا وعماماتها كيجيو عندنا حتى للدار كنعرفوهم. بغينا يا ربي ما توقع للبنيه حتى شي حاجه. اول مره وقع عندنا هذا الشيء هنايا، الا وقع شي حي اخر الله اعلم. ما كنعرفوش، ما شناش كاع عمري، يعني انا بالديور الحيله ما عمرو داز من هنايا، ما كنعرفوش. ديك الساعه حنا غاديين، حنا الجوطيه ما غادي نتقداو، حتى كنشوفوا البوليس واقفين وداك الشيء. كنطلبوا من الله البنيه ما يوقع ليها والو، بنت بريئه ما دايره حتى حاجه، اللي بغى شي حاجه ديال الزنقه ولا وسخ راه الزنقه راه الوسخ. كنا عندنا البنيات وعندنا الوليدات، يا ربي دير شي تاول الخير يا ربي، هذا الشيء ما نطلبوا. هما ديال البشر جاي تبع البنت هذه، يعني خاص شي واحد البارح عاوتاني شفت بنت مولا وندار.